قال لي المدير ديالي عندنا اجتماع د الخدمه في واحد الريستورون وكيخصني ضروري نمشي نحضر معاه باش ناخد دي نوت. ملي مشيت للريستورون لقيتو غير مع شي صحابو، ماشي اجتماع، ما عنده حتى علاقه بالخدمه، غير قصاره وصافي. من بعد ما جلست جاو جلسوا حدايا شي وحدات راكي عارفه. ملي سكر المدير ديالي بدا كيشد فيا، بدا كيدخل يدو تحت حوايجي كيحاول يخليني حتى انا نشرب. فهمتو بلي انا جيت باش نخدم ماشي شي حاجه اخرى، ما بغاش يفهم. من بعد مشيت في حالي، لا غد ملي رجعت للخدمه لقيت راسي مطروده. غتعاودي ليا كلشي. Il me harcèle, il me fait du chantage. Une vraie petite menteuse. Est-ce qu'il vous a attaqué? Est-ce qu'il vous a touché? انا بديت كنعيا بهاد المشاكل، ما بقات عندنا هضره غير في هذا الموضوع. وانا كرهت شغل نديرو، كاع اللي بان تقينا وما كاينش شي كيعطيك شي حل. التحرش الجنسي ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.